هذول سامي نور الدين. لقاء رائد القبة بمولودية الجزائر بملعب بلحداد حضره جمهور غفير جدا اكتظت به المدرجات خاصة من أنصار المولودية أو الشناوة كما يسمون، وحتى شرفات المباني المجاورة كانت مملوءة بالمتفرجين. رائد القبة الذي يصارع من أجل البقاء في حظيرة القسم الوطني الأول كان لزاما عليه الحصول على نتيجة إيجابية تجنبه النزول إلى القسم الوطني الثاني مرة أخرى، ولكن المهمة لم تكن سهلة أمام مولودية الجزائر التي كانت ملزمة أيضا بتحقيق نتيجة تسمح لها بالبقاء في المركز الأول للمجموعة، وتحسبا لأي طارئ يمكن المطارد شباب بلوزداد أن يلتحق بالمرتبة الأولى. باختصار الانهزام غير مسموح لكلا الفريقين. الشوط الأول من المباراة التي أدارها الحكم نور الدين لاكار لم يشهد الكثير من الفرص رغم الضغط الذي فرضته المولودية منذ البداية، ولم نسجل سوى محاولة صيفي وكرته التي مرت فوق المرمى، إضافة إلى محاولة رحموني وتدخل المدافع مخرجا الكرة إلى الركن. من جهته رائد القبة الذي طبق دفاع المنطقة بنجاح كبير استعمل الهجوم المعاكس الذي كاد أن يأتي بثماره بعد كرة رمان إبراهيم صالحي، ولكن تدخل عايد أنقذ الموقف، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0. في الشوط الثاني تحسن اللعب قليلا من الجانبين خاصة بعد دخول مهدي خلفوني في صفوف رائد القبة وتحسن مردود دوب ورحموني من جانب المولودية. في بداية هذه المرحلة وبعد قذفة من دوب جانب قائمة بالخيري نفس اللاعب في محاولة أخرى تكاد كرته أن تدخل شباك حارس القبة لولا عودة براكني في آخر لحظة منقذا الموقف، ليتواصل اللاعب على نفس النسق حتى تجيء الدقيقة 13 أين منح السيد لاكار ضربة جزاء شرعية للرائد بعد عرقلة مهدي خلفوني في منطقة العمليات من طرف المدافع عبد اللطيف عايد. ضربة جزاء نفذها بطريقة ضعيفة المدافع براكني تصدى لها وبسهولة الحارس حمنات. وابتداء من الدقيقة 25 من الشوط الثاني بدأ الأنصار يغادرون مدرجات الملعب احتجاجا على اللاعب الضعيف المقدم من طرف اللاعبين، لينتهي اللقاء بتعادل سلبي 0-0 ونقطة لكل فريق. ومولودية الجزائر بحاجة إلى نقطة واحدة لتكون بطلة المجموعة الوسطى الغربية، وذلك في مباراة الجولة الأخيرة ضد ترجي مستغانم.